مبروك. مبروك علينا يا سعيد بيه. ايوه مديح، حاجزين لنا ترابيزه كبيره قوي في البرج بمناسبه انضمام الاستاذ يحيى المنيسي لي. تعالي لي دلوقتي علشان اقول لك هتعزم مين. يلا. انا متشكر جدا. اتفضل. دي ملفات القضايا الاسبيسيال، عايزك تتذكرها على الاقل من اهلك، عشان القضايا دي السهو فيها والخطأ مستحيل. أنا بحترم جدا إنك بتقدر الوقت وما بتحبش تضيعه خالص. ما بنحبش نضيعه، إحنا خلاص بقينا واحدة يعني. القضايا دي مش هتخرج بره المكتب هنا، محدش هيطلع عليها غيري أنا وأنت. أيوه بس أنا كنت عامل حسابي إن أنا هرجع بكرة. لا لا لا، أنت مش هتسيب القاهرة قبل ما تستقر على بيتك الجديد ومكتبك. طيب يبقى انا كده محتاج اعمل شويه تليفونات. تعالى اتفضل. الو، فين يا سعيد بيه؟ اتفضل اتفضل، اقعد هنا اتفضل. ما يصحش كده يا سعيد بيه. اتفضل اتفضل. يلا شيل مسؤولياتك. مش عارف اقول لك ايه. اعمل كل الاتصالات اللي انت عايزها، لو عوزت لبن عصفور مديح هجيبه لك. التليفون ده هو تليفون التراك. كتير عليا قوي يا سعيد بيه. انت لسه شفت حاجه؟ صباح الخير يا نادية، عامله ايه؟ ممكن اكلم دليلة لو سمحت؟ دليلة تبقى الندان. انا عارف حاجه، عارف كل حاجه. ادخل. ايه ده؟ شفتي بقى؟ لو ما جبتلوش مكتبه هيحتل مكتبه. واحنا جاهزين؟ هو بس المتر يبص على المكتبين ويختار اللي هو عاوزه. الو، ثانية واحدة. مبروك. الله يبارك فيكي. أسبوع؟